يعاني قطاع النقل الأرضي الخاص في العراق من تجاوزات عدة من قبل السائقين تتمثل في رفع أجور النقل وعدم الالتزام بمحطات التوقف والتجمع. وقد حاولت وزارة النقل إنهاء معاناة المواطنين عبر تشريعات قانونية لتنظيم آليات العمل. زيادة الأجرة المقررة بنسبة تصل إلى أكثر من الضعف والتجزئة في خطوط النقل الداخلي، حالة تكاد تكون عامة في قطاع النقل الخاص في العراق منذ نيسان 2003، وعدم التزام السائقين بالوقوف في المرائب والمواقف المخصصة لهم حال جعل الشوارع في وضع غير مسبوق من فوضى النقل وحركة المركبات، مما أضاف عبئا على المواطنين إضافة إلى العبء الاقتصادي من جراء زيادة تعرفة النقل، حتى وصل ما ينفقه المواطنون على النقل إلى قرابة 50% من دخل الأسرة. أنا يعني من هنا لهنا أقول لك 750، من هنا لهنا أقول لك 500، يعني ماكو، والشارع مفتوح ما شاء الله، يعني مو على مود ازدحامات، أقول لك بنزين متوفر، بنزين مفتوحة. تصعد تاكسي يقول لك ازدحامات وما أدري شنو بنزين، ها أقول لك 10,000 وما أقدر وما أدري شنو، وكلها يعني كلها أسعار غالية، يقول لك الطريق مسدود وما أدري شنو، شوف مثل ما شوف كله فارغ الشارع. قطاع النقل الخاص والذي تشرف عليه الشركة العامة لإدارة النقل الخاص إحدى تشكيلات وزارة النقل لم ينتبه للحالة إلا مطلع الأسبوع، وبدأ باتخاذ سلسلة من الإجراءات لغرض الحد من مخالفات السائقين من خلال تجهيز كافة المرائب في بغداد والمحافظات بلوحتي دلالة، تتضمن الأولى جدولا بمسارات الخطوط والأجور الرسمية ونسبة الجباية الرسمية لكل مسار والبالغة 5%، والثانية تتضمن أرقام هواتف الشركة الخاصة بمكتب المدير العام وقسم العلاقات والإعلام وشعبة الشكاوى وبدالة الشركة للإبلاغ عن المخالفات، وهو الأمر الذي لم يلقى ترحيبا لدى السائقين الذين يطالبون بتخفيض أجور الوقود ومراعاة الازدحامات المرورية. يعني هسه احنا مثلا نفول من المحطة اللتر ب 500، من المحطة يعني الحكومية ب 400، أهلية 500، من الشارع ده ينفرض علينا لتر 650 دينار. ثاني شيء يعني بالنسبة للشوارع، العفو، شوارع يعني ازدحامات، السيطرات يعني متأذية من عندها، وثالث شيء كلها يعني احكي لك اياها العدلة كلها تاخذ من عندنا فلوس، توقف ابو المورد من عندك فلوس، ابو الجيش ياخذ منك فلوس، يعني فوق الضيم فوق القهر احنا نعاني، واغلبيتنا يعني احنا خريجين. يعني ودنا نعاني في سبيل الطعام في سبيل العيش ودنا نتحارب حرب نفسية. حال النقل الخاص في البلاد وإن بدأ مرتبكا ويعج بالفوضى إلا أن بريق أمل يلوح من خلال محاولة وزارة النقل إعادة النظام إلى هذا القطاع الحيوي خدمة للصالح العام.